عنوى المعرض هو مقاطع بارزة اللي هو تجربة تم تحضير لها تقريبا عدة سنوات، وهي تجربة تشكيلية تحتفي بالشكل الهندسي كعنصر أساسي من عناصر العمل البصري. وهذا الشكل الهندسي كيختلف من 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 العمل البصري الصباغي أو النحت البارز. ففي الأعمال الصباغية تتكون مجموعة من الألوان اللي هي ألوان مسطحة وأشكال هندسية عدة. معرض فيه تشابك، فيه نظريات اللي كاين تطاحن ما بين النظريات، وهذا هو اللي تعبر على لو بوست مودرنيزم، اللي فيه جميع الانواع ديال الفنون السابقه كاين تساؤلات حولها والتحطيم بعضها، وهي فين تنشوفوا هنا التطاحن ما بين الاشكال الهندسيه اللي كلها تتعم الفنون التجريديه. نشوفوا اللوحات اللي كاينين فيه، هو كيعاودوا عليه انه فيه لوحات اللي زوينين، وفري هادشي اللي لقينا بصح، الالوان ديال اللوح اللي كاينين فيه هنا زوينين، طريقه الرسم فريمون ما جذابه شويه، كيلعب على العينين ديال الناس. كنصح اي واحد كان هنايا ولا جاي يشوف المغرب ولا كذا يجي يشوف هذا المعرض، كيستحق.